تقول لي المجرة والمجرة، إيه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين ماشي المجرة هو يمكن تكون معاك مبلغ صغير جدا جدا جدا، وليكن مثلا $1000، طب خليك انت في الكمبيوتر هداك وعايز تدور فيه. ماليش دعوة ماليش دعوة. خلاص $1000 $100000 مرة واحدة، يعني تستغل الرابعة كلها. فلما تشتري $100000 مرة واحدة بضمان $1000، هو فمعنى كده ايه؟ ان انت تقوم تعمل النقطة ب$10. عملت نقطة ب$10 وانت رصيدك $1000. يبقى معنى كده ان انت لو كسبت 100 نقطة ب10 100 نقطة ب$1000، يعني ال 1000 بتوعك بقوا 2000. يبقى انت ال 100 نقطة دول ممكن يجوا خلال ساعتين ثلاثة، أو مش 100 نقطة، يعني انت مثلا حددت ان السعر هيطلع فوق النهارده، يعني الكفة واحدة. كنت عملت النقطة انت معاك 1000 جنيه، وانت عملت نقطة ب يعني انا عايز اقولها 10 قروش، يعني عملت نقطة ب 10 قروش. لو جبت 100 نقطة بقى معاك 1000 قرش، يعني 10 جنيه. لو رجعت لقيت تحليلاتك كلها كانت غلط والسعر قلب عليك وحصل كارثة، هتلاقي نفسك خسران 10 جنيه. دي سبب غلطك. يبقى المفروض ان انت النهارده طالب جامعي يكون لي على الاقل رصيد في البورصه مثلا 1000 او 2000 او 3000 جنيه. وكل يوم انت بتدخل عشان تكسب من ال 1000 جنيه دي 10 جنيه. يعني انت المفروض تكون قاعد بتيجي تدرس الجامعه، ولان انت انسان مفكر ولان انت دارس تجاره، المفروض ترجع البيت تلاقي نفسك كسبان 30 جنيه على الاقل يوميا. بكده انت شغال بمنتهى الامان. منتهى الامان اللي خلق وقتها، يعني خلاص امان تام، مش مجربه، وكل شهر بتلعب تجيب مثلا 600 700 جنيه وخلاص عليك. ده النموذج اللي انا بحاول اوصل له في النهايه معاكم، ونفسي يتحقق. يعني نفسي، ده حلم حياتي، ان نقعد كليه التجاره يبقى الراجل داخل يعني ليه سهله، يعني خلاص اول ما دخل زي ما بيطلع مصاريف جامعه مثلا كذا، او مصاريف كتب او لبس وهدوم وبتاع، خلاص يبقى هو خلص لنفسه 3000 جنيه حطهم في محفظة باسمه، وبياخد عليهم اوردرات يوميا، ويوميا بيطلع من 1000 ل 10 جنيه، يعني بيطلع 30 جنيه يوميا، وشكرا على كده، ده لانه انسان دارس تجاره. احنا عندنا للاسف الدارس خريج الجامعه كمان مفيش في السوق، ما بيعرفش يجيب فلوس. واللي واقف في السوق ورابط على دماغه عزمه وما بيعرفش يقرا ويكتب بيكسب كل يوم 50 60 جنيه. ولو انت جبت سباك مع احترام كلمه السباك والكل انها حره، وقبل ان هو يصلح الاغذيه عندك، هينزل هيتحرك بس كده من عنده، وقبل انه يصلح الاغذيه عندك وما خدش 50 جنيه مش هيجيلك. يعني حضرتك ما جبتش مرتب سباك بعد كل المصاريف اللي اهلك صرفوها عليك. طيب ليه ده بيحصل؟ اقول لك ليه؟ السباك معتمد على ايه؟ معتمد على ايدين ورجلين وهم جزء اللي هو اللي محتاجه في تفكير السباكه، يعني هو عارف ان الحركات بتنقط يبقى في يد انا متفرجه. الشغلانه دي مش محتاجه منه في كميه التفكير ده، بس خلي بالك هو بيستخدم 100% من امكانياته. حضرتك
هيعتبر ان هو ربنا برضه. يعني مع احترام كامل لاصحاب النادي الحر. هيعتبر ان هو اللي بيقول ابهاتنا وابهاتنا واخواتنا وكده. هيعتبر ان هو ربنا برضه.